بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده لسه في ارتفاع في درجات الحراره. الطقس هيكون شديد الحراره رطب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشماليه الغربيه. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على كافه الانحاء. كمان في النهارده نشاط رياح على بعض المناطق المحدوده، ده مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه. في كمان شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. هل بالفعل الجو هيستمر في ارتفاع درجات الحراره بالشكل ده خلال الاسبوع، ولا وخاصه كمان ان نسبه الرطوبه عاليه وفي رياح واتربه؟ بالفعل هو في استمرار لارتفاع درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه من اليوم وحتى نهايه هذا الاسبوع. يمكن احنا بدانا ارتفاع درجات الحراره منذ يوم الخميس الماضي، ومكمل معانا ارتفاع درجات الحراره في اغلب انحاء الجمهوريه، لان احنا بنتاثر بامتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا، بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير وحتى كميات الرطوبه كلها في طبقه قريبه من سطح الارض. كمان على سطح الارض في امتداد لمنخفض الهند الموسمي مع كتل هوائيه حاره بتمر على البحر المتوسط تحمل بكميات كبيره من بخار الميه، فبالتالي في ارتفاع في نسب الرطوبه. فالعظمى على القاهره الكبرى متوقع اليوم ان هي تكون 38 درجه مئويه، متوسط درجات الحراره على مدار هذا الاسبوع على القاهره الكبرى ما بين 37 الى 38 درجه مئويه، يعتبر اعلى من المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين الى 3 درجات. اجواء فتره النهار فيها زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، وهي اجواء شديده الحراره رطبه في معظم محافظات الجمهوريه وخاصه في القاهره الكبرى والوجه البحري شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. يمكن المناطق الساحليه اللي بتطل على البحر المتوسط تعتبر اقل درجات حراره ما بين 32 33 درجه مئويه. طبعا دي درجات الحراره المقاسه في الظل، لكن طبعا درجه الحراره المحسوسه نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه الموجوده في الجو بتبقى اعلى من القيم دي بحوالي من 2 الى 3 درجات. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس بيحصل اعتدال في الاجواء وانخفاض في درجات الحراره، بنحس بيه اكثر ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، بالاضافه كمان في استمرار لتكون شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض رؤيه افقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. يعني تقريبا الساعه 8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تتلاشي والرؤيه الافقيه بتبدا تتحسن على اغلب الطرق. موجه ارتفاع في درجات الحراره طويله ومكمله معانا، فاحنا هنحس بيها بالشكل الكبير، فمهم جدا ناخد بالنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس. حابين نطمن من حضرتك عن حاله البحار، البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط. هي الحمد لله حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط معتدله، البحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، ارتفاع الامواج لا يتجاوز 1.5 متر على البحرين. يمكن في اعتدال في سرعات الرياح، وده بدوره بيؤدي لاعتدال حركه الملاحه البحريه، ونقدر نستمتع بالاجواء على شواطئ البحر المتوسط وايضا شواطئ البحر الاحمر، لكن كمان اعتدال او نسب رطوبه او اعتدال الاجواء او يعني هدوء لسرعات الرياح بيخلينا نحس ان في نسب رطوبه في الجو، ويخلينا نحس بمزيد من الارتفاع في درجات الحراره. هو فقط لازم ناخد بالنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره من 12 الظهر لحد الساعه 3 4 العصر، الفتره دي مهمه جدا بقدر الامكان. لو انا مضطر ابقى موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للرائحة الشمسيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، لانها هتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره بشكل كبير، والقدر الله ممكن تسببنا بضربات الشمس والاجهاد الحراري. اكيد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا. خلونا نتابع بقى درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 38 الصغرى 26، العاصمه الاداريه 38 25، الاسكندريه 33 25، العالمين الجديده 32 24، مطروح 32 23، دمياط 35 25، بورسعيد 36 26، الاسماعيليه 40 25، السويس 39 25، العريش 36 25، كاترين 36 18، طابا 39 25، حلايب 36 28، شلاتين 39 27، شرم الشيخ 41 30، الغردقه 41 29،
الفيوم 41-24، بني سويف 41-25، الوادي الجديد 43-24، أسيوط 41-25، سوهاج 42-27، قنا 44-28، الأقصر 44-29، وأخيرا أسوان 44-30. بنأكد على حضراتكم مرة تانية أن في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يريد نتوخى الحذر عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة من الساعة 12 للساعة 4 مع شرب كميات مية كتير وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس. هرجع مرة تانية لمصطفى وبسانتا عشان نكمل معك فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا.